أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.